20 مغربي كيحرقوا بطريقة عجيبة وغريبة لا تخطر على بال. بداع مغربي وإخراج مغربي. تصور معايا هاد العقول اللي هاجرت اليوم مهما كان مستواها. هاد الذكاء ديالها اللي خلاها تفتعل هاد الأزمة هادي وتنزل طائرة ويخرجوا الركاب ويمشوا ويحرقوا في اسبانيا وفي مايوركا بالضبط. هذا إبداع مغربي، وهذا كيعبر على أن المغربي عنده عقل وكيفكر. لو استثمر أو لقى المجال الحقيقي اللي يستثمر فيه هذا العقل داخل هذا الوطن. وهذا الشيء اللي وقع كان ربطوه، يعني كاين علاقة جدلية بين ما وقع اليوم، هذا الواقع اللي كيتكلموا عليه تكلم عليه الجميع وتكلمت عليه حتى صحف إسبانيا، وبين ما يقع اليوم في المغرب أيضا من ارتجال وعشوائي وعبث وقمة التفاهة. أنك تطارد المغاربة في الأماكن العمومية بحجة الخوف على صحتهم وأن هذه الصحة ديالهم في مقدمة اهتماماتك، وفي نفس الوقت المرضى يموتون ببطء في المستشفيات والحوامل يلدن أمام أبواب المستشفيات. وشفنا المرأة اللي ولدت مشروع بالقصيري قدام السبيطار. مساء الخير عليكم جميعا في لقاء جديد من برنامجكم برلمان الشعب. اليوم غادي نتكلموا على واحد الحادثة هي في الحقيقة طريفة ولكنها في نفس الوقت محزنة وفيها مجموعة من الدروس، والحقيقة تدق ناقوس الخطر. اللي سمعنا اليوم تي هذا الصباح الله يسمعنا خير على أن 20 مغربي كانوا مسافرين على متن طائرة متجهة إلى تركيا وتوقفوا في مطار مايوركا لافتعال أحد الركاب. طبعا حسب الروايات المتداولة صبيحة هذا اليوم افتعالوا لمرض معين، واضطروا طبعا السلطات الإسبانية يستدعوا الإسعاف لنقل المريض. واحد الصديق ديالو معاه مشاو للسبيطار، ولكن باقي الركاب اللي هما تقريبا 20 استغلوا هذه الفرصة وتبخروا في هواء مايوركا. طبعا هذه القصة ماشي من وحي الخيال ولا من نسج الخيال، ولكنها قصة واقعية تعبر عن واقع مرير وكترجعنا لمأساة الحريق كما نسمعوا الحريق، ناس اللي تحرق أو الهجرة غير الشرعية. ولكن هذه الهجرة اليوم هجرة غريبة ويبدو على أنه مخطط لها ومتفق عليها ومن بداع مغربي وإخراج مغربي. تصور معايا هذه العقول اللي هاجرت اليوم مهما كان مستواها، هذا الذكاء ديالها اللي خلاها تفتعل هذه الأزمة هذه وتنزل طائرة ويخرجوا الركاب ويمشوا ويحرقوا في اسبانيا وفي مايوركا بالضبط. هذا إبداع مغربي، وهذا كيعبر على أن المغربي عنده عقل وكيفكر. لو استثمر أو لقى المجال الحقيقي اللي يستثمر فيه هذا العقل داخل هذا الوطن. ولكن للأسف الشديد هذه المسائل اللي كتوقع هذه لها مبرراتها. اليوم كنشوفوا وهذا الشيء اللي وقع كان ربطوه، يعني كاين علاقة جدلية بين ما وقع اليوم، هذا الواقع اللي كيتكلموا عليه تكلم عليه الجميع وتكلمت عليه حتى صحف إسبانيا، وبين ما يقع اليوم في المغرب أيضا من ارتجال وعشوائي وعبث في هذه الحكومة. ومن بين العبث والارتجال وهذا الشيء اللي واقع جواز التلقيح وغيره، وأيضا نربطوها ونقولوا على أنه أحد وزراء هو الناطق الرسمي باسم الحكومة بشرنا باللي يعني على أنه غادي المستقبل غادي يعرف واحد الرخاء، يعني بشرنا بمستقبل زاهر في المغرب. وكنقول مؤشرات هذا المستقبل ها هي: 20 مغربي كيحرقوا بطريقة عجيبة وغريبة لا تخطر على بال. وأيضا كيخليني نقول واحد المؤشرات اللي سمعتها في مجموعة من الإذاعات الخاصة وقريت عليها، وهي على أن أكثر من 76% إلى حدود زادت هذا العام ب 8% من الشباب المغربي متفائل. وأنا في الحقيقة كنستغرب هذا التفاؤل، شنو هو يعني السبب ديالو؟ بماذا يتفاعل؟ هل بمعدل البطالة المرتفع؟
بانعدام فرص الشغل، بالمحسوبية والزبونية الموجودة، بالولاءات قبل الكفاءات. بماذا سيتفاءل هذا الشباب؟ بحكومة جاءت بمجموعة من الوعود الكبيرة جدا وبدا على أنها غير قادرة على تحقيقها. إذن بماذا سيتفاءل هذا الشباب؟ هذا والغريب في الأمر على أن مؤشر هذا التفاؤل قال لك فايت الإمارات بواحد في المية. الإمارات التي ترفل في الرفاهية ودائرة وزارة تسمى وزارة السعادة، في حين أنه كان علينا احنا نضيف وزارة تسمى وزارة التعاسة والبؤس الاجتماعي. ما عليناش، هذه حادثة في الحقيقة تطرح أكثر من علامة استفهام. اليوماتية أيضا وزير الصحة يعطي تعليماته للجان الإقليمية باش تبقى تعطي جواز عدم التلقيح بعد ما اتسعت رقعت يعني المظاهرات، ومن بعد ما اتضح على أن هناك عشوائية وهناك ارتجال في عملية التلقيح، وعلى أن كما الله تبارك وتعالى لم يساوي عقول الناس فأيضا لم يساويهم في صحتهم وفي أبدانهم وفي أجسامهم. كاين اللي مريض وكاين اللي عنده بزاف ديال الحوايج في صحته وما يقدرش يتلقح، وكاين اللي كاع ملقح غير الفقر والبؤس وشين الحال وكثرة الويل لك حل اللي موجود في هذه البلاد هذه. وطبعا زادته أزمة كورونا بؤسا وشدة وعناء. إذا الناس راه ملقحين بلا ما تلقحوهم كاع. إذا هذا الوزير أيضا اللي خرج ملي في البرلمان وبدل مي كما كيقولوا كحلها عماها وقال ملي رجع لنا يتكلم لنا منطق الأغلبية والأقلية. بغيت نقول له على أنه هو وزير مفروض عليه أنه يتكلم في المسائل التقنية والمسائل الطبية، أما ما هو سياسي وبعيد عنه. أصلا هو ليس رجلا سياسيا ولم يخبر السياسة وما جابتوش الانتخابات، فخليك ما هو التقني وما هو الطبي. الله يجازيك بخير إلى بغيتنا نتفاهموا معاك. هذا الوزير أيضا كنقول له من قمة الوقاحة وقمة التفاهة أنك تطارد المغاربة في الأماكن العمومية بحجة الخوف على صحتهم وأن هذه الصحة ديالهم في مقدمة اهتماماتك، وفي نفس الوقت المرضى يموتون ببطء في المستشفيات والحوامل يلدن أمام أبواب المستشفيات. وشفنا المرأة اللي ولدت مشروع بالقصيري قدام السبيطار. أيضا هذا الوزير كنقول له على أنه اليوم كاين استياء كبير لدى الأطر الطبية في مجموعة من المدن المغربية على رأس أكادير اللي شفناهم طالبوا برحيل هذا الوزير، وأيضا في مراكش في مستشفى الجامعي اللي طالبوا برحيل المدير. فكنقول له ولدي شوف على المستشفيات ديالك التي لا تبشر بخير، وشوف يعني المدراء الذين تعينهم على رأس هذه المستشفيات والمناديب وغيرهم. والدليل على ذلك على أنه كنقولها وكنكررها هذه الواقعة اللي وقعت اليوم ديال الحرقة ديال 20 مغربي بطريقة عجيبة وغريبة. وكما كيقول المثل المغربي التمش ما كيهرب من دار العرس، حتى شي واحد ما كيبغي يهرب من البلاد ديالو وحتى شي واحد ما كيهرب من الوطن ديالو إلا إذا لم يجد الكرامة ولم يجد الحقوق ولم يجد التوزيع العادل للثروة ولم يجد فرص حقيقية. وحنا كنعرفوا على أنه وكنقول لهذا الوزير أكثر من 7000 مغربي طبيب مغربي هاجروا إلى كندا وإلى فرنسا وإلى غيرها من الدول العربية. إذن ماذا ستقول لنا عن هذه الواقعة؟ فخليك الله يجازيك بخير غير في المشاكل اللي موجودة في القطاع ديال الصحة إذا كانت شي صحة باقية في هذه البلاد. أما باش كتهضر في السياسة وفي الأقلية وفي الأغلبية كنقول لك بلا ما تهضر فيها. أيضا نفس الحكومة وحنا دائما في إطار التقييم وربط العملية ديال الحريق بالمستقبل وما ستقوم بهذه الحكومة غير منسجمة وبدل ارتباك. تصريح أحد زعماء الأحزاب السياسية وهو الأمين العام لحزب الاستقلال في اللجنة المركزية حسب مصادر طبعا من بعض المواقع الإلكترونية المعتمدة يقول على أنه قرار جواز التلقيح كان قرارا متسرعا. وكنقول لهم انتم في الحكومة وموجودين
والمفروض على أن هذا القرار يتم تدارسه بين الأطراف الثلاثة المكونة للحكومة والثلاثي غير المقدس. وكنتمنى على أن الأحزاب لا حزب الاستقلال ولا حزب الأصالة والمعاصرة ألا يكون زواجهم مع حزب تجمع الوطن الأحرار زواجا كاثوليكيا، يعني على أنه يجب أن يكون هذا الارتباط وفق البرنامج المسطر وفق الشعارات التي رفعت هذه الأحزاب إبان الحملة الانتخابية. واللي ما قدر يحقق أي حاجة خاصه يخرج. باش نختمو بغينا نقولوا تحية للمرأة المغربية التي ساهمت وشاركت في العديد من التظاهرات اللي شفناها حول جواز التلقيح ولفت انتباهنا ولفت انتباه الجميع حضور المرأة المغربية بشكل كبير جدا، وهذا كيخلينا نستبشر خير ونعرفوا على ان العلايات ما هم واحد ونسانا ما هم واحد. في الوقت اللي عمدة ديال مدينة الدار البيضاء تقلب تبدل السيارة ديالها الاودي BMW، ونفس الشيء بالنسبه كيف ما بدلات الزميله ديالها في الرباط الصالون ديالها او الرتن الصالون ديالها. كنقولوا على ان هناك نساء مغربيات كيخرجن في المظاهرات ولا همهم الركوب ولا همهم شي، همتهم الكرامه والدفاع عن ابنائهم والدفاع عن وطنهم. سمعنا منهم كلام والله ما قطينا سمعنا حتى من الرجاله. اذا تحيه للمراه المغربيه وتحيه لكم جميعا والسلام عليكم.